هل يجوز حضور جنازة غير المسلم؟ دار الإفتاء تجيب: أجابت دار الإفتاء المصرية عن جواز حضور جنازة غير المسلم قائلة: الجواب لا مانع شرعا من حضور جنازات غير المسلمين، ولا بأس كذلك في التعزية. وقالت الدار في صفحتها على فيسبوك مساء الخميس إنها من الحسنى المأمور بها في قوله تعالى أو في قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، من سورة البقرة، وداخل أيضا في البر والقسط المشار إليهما في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورة الممتحنة. فالإسلام يأمر المسلمين بالتعايش بما لا يقدح في ثوابت الدين وأصوله، وما انتشر الإسلام إلا بالمعاملة الحسنة ومشاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم. وفي نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.